المقابلة ديال اليوم فهي كانت مقابلة قوية، كنا عارفين غادا تكون مقابلة صعيبة ضد فريق البطل، فريق الوداد الرياضي اللي معروف بالقاعدة الجماهيرية الكبيرة اللي عرفنا غادا تحج اليوم ملعب البلدي بمدينة برشيد. صراحة دخلنا المقابلة كان لقاء صعيب، سجلنا في أواخر الشوط الأول، مع بداية الشوط الثاني تمكنوا باش يعدلوا النتيجة، عاود سجلنا الهدف الثاني، ما وقال ما ميم با وقال 30 ثانية عاودوا سجلوا الهدف ديال التعادل، ما حطيناش يدينا، عرفنا المقابلة ما غتكون قوية، اللاعبين قاموا بالمجهود ديالهم، سجلنا الهدف الثالث اللي حسمنا به المقابلة ديك الساعة، فريق الوداد دار تغييرات بأنه لعب توبار لوتو مشى للاطاك، درنا تغييرات. تنشكر المكتب المسير برئاسة السي الحاج البويدي اللي كان سوتيان ديالي طيلة الأسبوع، صراحة إلى جانب الإخوان ديال المكتب المسير اللي ما تخلاوش عليا، صراحة أنا يلا ترد في واحد شوية ديال الجميل ديال فريق اليوسفية برشيد ديال المكتب المسير ديال الحاج البويدي. تنشكر اللاعبين كانوا رجال قدموا مقابلة بطولية باش فريق يوسفية برشيد يولي ينتصر داخل الميدان على الرجاء وعلى الوداد، فما ساهلاش. تنعاود نشكر المكتب المسير والجماهير اللي جات حجت الملعب البلدي اللي باش تشجع فريق يوسفية برشيد، وتنعاود نشكر اللاعبين اللي كانوا رجال اليوم، وهذه هي انطلاقه ديال فريق يوسفية برشيد من اجل حصد باقي النقاط ان شاء الله باش نحاولوا نامنوا مركز امن ان شاء الله في البطوله الاحترافيه. تنتمنى حظ موفق لفريق الوداد الرياضي في المسابقات القادمه وبالاخص في المقابله القادمه ضد فريق النجم الساحلي ان شاء الله. صراحة فريق يوسفية برشيد دابا ما بقاش غامخصص فرق الكبيرة، حنا تنلعبوا مقابلات كبيرة مع الفرق اللي تيكونوا معنا في الكلاس ما مكلاسينش مزيان، وتنهزموا بشي بحال الأسبوع الماضي درنا كل شيء، كنا غنتصروا في مدينة الزمامرة، ما قسمش الله بأن الفار اليوم وقيلا ما عطانا ما حيد لنا الدورة الماضية بأن الفار كان سبب في الطرد ديال اللاعب سعيد كرادا اللي افتقدناه في هذه المقابلة هذه. يوسفية برشيد دائما مع الفرق الكبرى تيكبر فريق يوسفية برشيد. صراحة الناس اللي تيبغيونا هما اللي تيجيو عندنا ديما، الناس الجماهير ديال يوسفية برشيد اللي تنشوفهم انا لا في الدوزيام ملي كنا في الدوزيام ديفيزيو ولا دابا هما اللي تيجيو، غير واقيلا الساعة المدرجات ولاو حيت واقيلا التيران ولا كبير شوية، ملي كنا في ملعب الرازي كان تيجي راه نفس الناس اللي كانوا تيجيو في ملعب الرازي في الدوزيام ديفيزيو هما اللي تيجيو دابا، ونتمنى من الله باش يزيد يوليو جماهير تبغي يوسفية برشيد حيت هذا فريق ديال المدينة وتيمثل المدينة كاملة ما تيمثلش زايد ولا إكريك، ونتمنى من الله باش نكونوا في قادم الدورات باش نحتلوا مراتب آمنة باش نبداو نثبتوا الأقدام ديالنا في البطولة الاحترافية. شكرا.